من المقرر أن تلتئم بعد ظهر غد الاثنين اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخابات لختم محاضر الجلسات التي عقدتها الأسبوع الماضي، وذلك بحضور جميع أعضائها كما أفادت المعلومات. وفي الانتظار نشطت الحركة السياسية وكثرت اللقاءات بين مختلف الأفرقاء، فيما تصاعدت حدة المواقف والخطابات بشأن صيغ القوانين المقترحة، وخصوصا القانون الأرثوذكسي الذي بدأ يترنح بفعل ضربات المعترضين عليه. وفي هذا الإطار دعا البطريرك الراعي المسؤولين ليكونوا أحرارا في اتخاذ قرارات جريئة والتوصل إلى قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف. في الأثناء عاد ملف اللاجئين إلى لبنان إلى الواجهة مجددا من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد في القاهرة بطلب من لبنان لبحث مسألتهم. ويأتي هذا الاجتماع في وقت أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين السوريين إلى لبنان شارف عتبة 200,000 سوريا. وقعت 52 دولة عريضة تطالب مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم التي ارتكبت وترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على وقع تواصل المعارك وعمليات القصف والاشتباكات في عدة مناطق ولا سيما في محيط العاصمة. البداية من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا هشام مهران. هشام، أجواء الاجتماع وأبرز المواقف معك، تفضل. نعم، هذا الاجتماع هو الاجتماع الذي يحمل رقم 15 ويخصص لمناقشة تطورات الأزمة السورية في خلال عام وأربعة شهور. وزيران لبنانيان شاركا في هذا الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، هما وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور. البند الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع هو كيفية مواجهة ملف النازحين واللاجئين السوريين إلى دول الجوار، خاصة لبنان والأردن والعراق، في ضوء تزايد أعداد اللاجئين بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة. وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور تحدث عن أن لبنان غير قادر على مواجهة أعباء النازحين السوريين بسبب ضخامة الأعباء المعيشية والصحية والإيوائية لهم، وأن عددهم تجاوز 200,000 نازح سوري، عدد كبير منهم غير مسجل رسميا لدخولهم بشكل غير رسمي إلى الأراضي اللبنانية، وأن 75% منهم من النساء والأطفال. وطلب الوزير معاونة الدول العربية فيما يتعلق بالتمويل وإرسال الأدوية والأجهزة الطبية، وقال أنه تم إرسال ملف كامل إلى الجامعة العربية باحتياجات لبنان. وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فعور كان أكثر تحديدا عندما تحدث عن أن لبنان يحتاج إلى 180 مليون دولار سنويا لتغطية احتياجات النازحين السوريين معيشيا وصحيا وتعليميا. هذا الرقم على أساس العدد الحالي للاجئين السوريين حوالي 200,000 نازح سوري، ولكن قال أن وفق التقديرات الدولية فإن عدد النازحين السوريين سيصل بحلول حزيران من العام الجاري إلى أكثر من 420,000 نازح سوري حسب أبو فعور، الذي جدد مواقف الحكومة اللبنانية من أنه لا إقفال للحدود اللبنانية بوجه أي عائلة سورية هاربة من الصراع، وأن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان غير مقبولة وغير مطروحة. الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تحدث في كلمته عن أنه لا يوجد حل في الأفق للأزمة السورية، وبالتالي يجب أن نتوقع زيادة تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار، وقال أن النظام السوري ما زال يتعامل مع الأزمة في بلاده من منطلق أمني وكأنها مؤامرة دولية إرهابية ضد سوريا حسب كلام العربي، الذي كشف عن أنه تحدث إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحول ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن يصدر مجلس الأمن قرار ملزم بإيفاد قوة حفظ سلام لحماية الشعب السوري وليس للقتال في سوريا وفق ما تحدث به العربي. الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب ستتناول تطورات الأزمة السورية في ضوء فشل اجتماع جنيف الذي ضم مؤخرا المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مع نائبي وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وحديث الإبراهيمي عن أنه الحل السياسي ليس قريب المنال كما تابعنا. وزراء الخارجية العرب أيضا سيحددون موقفا واضحا من خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الأخير، والاتجاه العام سيتجه
نحو مطالبته بالتنحي مجددا كسبيل وحيد أمام أي مبادرة سياسية لحل الأزمة في سوريا. يعني الاجتماع يعقد فيما جدد القطريون حديثهم عن ضرورة إرسال قوة عربية لإنهاء إراقة الدماء في سوريا في حال فشل الجهود الدبلوماسية هناك. ويتحدث القطريون عن أنهم القوة ليست ذاهبة للقتال أو للتدخل العسكري أو لمناصرة طرف على حساب طرف آخر، وإنما هي قوات لحفظ الأمن. وزير الخارجية الكويتي قال أنه بدلا من المبادرات الفردية لجمع مساعدات مالية لإعانة الدول العربية التي تستضيف لاجئين سوريين مثل الأردن ولبنان والعراق، فإن دولة الكويت ستستضيف نهاية الشهر الجاري المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا ولحشد المساعدات المالية للشعب السوري في الداخل والخارج. نستمع الآن إلى جانب من الكلمات التي ألقيت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري لوزراء الخارجية العرب. في لبنان حاليا أكثر من 200,000 نازح سوري، وثمة نسب مئوية مقلقة تشير إلى أن قرابة 75% من هؤلاء النازحين هم من النساء والأطفال. وقد يكون لهذا الواقع المرير انعكاسات خطيرة وعبء ثقيل على نوع المساعدة التي يطلبونها والاستفادة من الخدمات التي يمكن أن تقدم لهم، ذلك أن معظمها يتركز في مجالات التعليم والصحة والإيواء. أمام هذا الواقع المرير، فإن لبنان يتطلع إليكم للوقوف بجانب الإخوة النازحين ومؤازرة الدولة اللبنانية في مواجهة الأعباء الثقيلة، خاصة لجهة التمويل وإرسال الأدوية والاحتياجات الطبية التي سبق وأرسلنا بها ملفا كاملا إلى الأمانة العامة للجامعة العربية من أجل تخفيف المعاناة اليومية للأخوة السوريين ولحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم. ولقد وضعت الحكومة اللبنانية خطة مدروسة واضحة المعالم لمواجهة هذا الوضع، ولابد أن نعمل جميعا على دعمها والمساعدة على إنجاحها لمواجهة هذه الأزمة الطاحنة ذات الأبعاد المختلفة، سواء بالنسبة لمأساة النازحين السوريين والوكل الآخر المتعلق بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تواجهها لبنان والأردن وباقي دول الجوار. فسوف تقوم منظومة جامعة الدول العربية بالتباحث الفوري مع الحكومة اللبنانية لدراسة ما يمكن عمله وفقا للاحتياجات والمناهج التي تحددها الحكومة اللبنانية، ونفس الشيء سوف نقوم به بالنسبة للحكومة الأردنية وبالنسبة للحكومة العراقية. وبات من الضروري أن يتدخل مجلس الأمن بشكل حاسم وفق الآليات المتاحة له بموجب الفصل السابع من الميثاق بإصدار قرار ملزم يفرض وقف إطلاق النار، وهو الطريق الوحيد المتاح الآن لإنهاء القتال الدائر والبدء في عملية انتقال سياسي. لبنان والحكومة اللبنانية يؤكدان مجددا التزام الحكومة اللبنانية بإغاثة إيواء وحماية النازحين السوريين الذين التجأوا إلى لبنان هربا من الأوضاع الأمنية الحاصلة في سوريا. موقف الحكومة اللبنانية أيضا رغم التباينات، هناك موقف إجماعي من الحكومة اللبنانية بأن لا إقفال للحدود بوجه أي عائلة هاربة من القتل، من الدمار، من القصف. الوضع بات مقلقا وبات ضاغطا بشكل كبير. حاجات لبنان التي تم إعدادها بناء على توقع 200,000 نازح، وهو العدد الذي تجاوزناه حاليا، بين الأعداد المسجلة والأعداد غير المسجلة نحن تجاوزنا أعتقد عدد 200,000 نازح. الخطة التي أعدتها الحكومة اللبنانية 200,000 نازح تحتاج إلى 180 مليون دولار سنويا، تشمل خدمات الصحة، الشؤون الاجتماعية، الإيواء والتربية.